هذا اللقاء لقناة محمد تي في سبورت. شفنا اليوم اللي قاعد يمي هو المشجع الياباني اللي الكل شوفه تايو. هسه نسأل تايو. تايو why you supporting the Iraqi team? I love since Asia Cup. I love Iraqi and Iraqi national team because you know people is amazing. That's why. طبعا يقول انا اشجع الفريق العراقي لان عندهم جماهير يعني كل شيء فعل بها. اوكي what do you think about the match today, who's gonna win? ان شاء الله العراق 1-0 العراق 1-0 مينيمم 0-0 و 1-1 يقول بس انا اعتقد تصير لو 0-0 لو 1-1 يا مينيمم اوكي when we gonna see you in Iraq what? When we gonna get, see you in Iraq? Inshallah, bro. You always say that. You gotta pick a gift. Yeah, inshallah, habibi. Okay, Tayo, thank you, habibi. ياسين بيسوي حماء شنو يوسف حتى نازل؟ بيسوي حماء بس ينزل هسه طبعا بيسوون حماء طبعا بيسوون حماء Thank you.
عليهم. يلا خلي يصور بس يجيبوا الجول ولا كاستان سيطلب من الجماهير تجي هناك، سيطلب من الواعي يجون هناك.